الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يتعامل مع القلوب، والقلوب حساسة، يعني تؤثر فيها الكلمة، ويؤثر فيها الفعل، ويؤثر فيها حتى الدعاية، ويؤثر فيها كل شيء. ولذا لابد أن يكون الداعية يعني حذرا، بحيث لا يقول إلا ما يعلم أنه من مصلحة دعوته، ولا يقول كلمة تضره. والله عز وجل نص على هذا في الكتاب الكريم، قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، مثل يعني الطبيب يقال له حكيم، ليه؟ لأنه يضع الدواء المناسب على المرض المناسب. الذي ليس بحكيم يضع الدواء المناسب في غير مكانه فيضر هذا الدواء. أيضا والموعظة الحسنة، أن تتعامل مع قلب والقلب حساس، فلا بد أن تأتي بأحسن عبارة وألطف عبارة حتى يقبل الناس هذا الكلام الذي أنت تريد أن يقبلونه. ما يقبلونه بالعنف، ولا يقبلونه بالشدة، ولا يقبلونه بالاستعلاء والتكبر، ولكن يقبلونه بالعرض الحسن. حتى قال الله عز وجل: كل عبادي الذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن. أحسن هنا أفعل التفضيل، يعني أفضل كلمة جبها، ليس مع الدعوة فقط، أفضل كلمة جبها وأنت تتحدث مع زوجتك، مع والدك، مع والدتك، مع أبنائك، مع جارك، مع زميلك، مع أي إنسان. يا أخي ليش تعمد إلى أنك تجيب عبارة تنفر الناس منك وتخليهم أعداء لك؟ احرص على كسب الناس بالكلمة، فإن الكلمة الطيبة حسنة، وهي من الحكمة في التعامل مع الناس.